ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش هطول عليكم في الفيديو ده بشكل كتير. النهارده في الفيديو ده هنشر لكم فيديوهات عن احتفالات جماهير نادي الزمالك داخل نادي الزمالك وامام مقر نادي الزمالك وفي شارع جامعه الدول العربيه اللي بيقع فيه نادي الزمالك. في فيديوهات انا شلت منها الصوت، هو فيديو واحد تقريبا، عشان في اهانات لنادي الاهلي. طبعا انتوا عارفين مبدئي بنحترم الجميع، اهلاوي او زملكاوي ولا للتعصب. ولو الاهلي كان كسب الدوري كنا في النادي الاهلي وصورنا احتفالات النادي الاهلي بنفس الطريقه. نحن نرفض التعصب وننبذه. يلا نشوف الفيديوهات وقول لي ايه فيديو عجبك، وما تنساش تعمل فولو للاكونت بتاع الانستجرام بتاعي وتيك توك، وكمان تعمل سبسكرايب هنا للقناه وتفعيل زر الجرس. سلام عليكم. ولا يلا بينا نشوف الفيديوهات واحتفالات نادي الزمالك والشماريخ اللي كانت في نادي الزمالك. يلا بينا. احمد السيد جيزو بجادر، واللي بيشارك مكانه هو حازم امام. خلاص استنفذ تغييراته كارتيرون، والزمالك في الدوري الاطول في تاريخ الكره المصريه. الزمالك هو لقب الدوري وهو بطل الدوري. الزمالك يرتدي تي شيرت ابيض اللون وشيرت كحلي على مناصر على القفل برجاء توجهه الى اداره تكنولوجيا المعلومات. تم الابلاغ عن غياب كفي يبلغ من العمر 4 سنوات. جدع ادم يرتدي تي شيرت على الضفدي محمد طه التوجه الى اداره تكنولوجيا المعلومات للاهميه. على الضفدي محمد طه التوجه الى اداره تكنولوجيا المعلومات للاهميه. سيد الاعضاء، تم الابلاغ عن غياب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات يرتدي تي شيرت ابيض اللون وشرط كحلي على من يعثر على الضفدي برجاء التوجه به الى اداره تكنولوجيا المعلومات. احتفالات كبيرة جدا يا جماعة. مبروك مبروك لنادي الزمالك، مبروك. ضربة جزاء طارق حامد يا جماعة، ضربة جزاء طارق حامد.
كتمنا الصوت هنا عشان كان فيه هتافات مسيئة للنادي الأهلي وجماهيره، وزي ما اتفقنا احنا لا ندعم التعصب ولا ندعو له، فبالتالي كتمنا الصوت في هذا المقطع وباقي الصوت شغال في باقي المقاطع بشكل عادي جدا. وهنا احتفال نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك جوه نادي الزمالك، وبدأوا بقى يولعوا شماريخ ويحتفلوا بالنادي وصواريخ اللي في الهوا، وكان في اكتر من تجمع، منهم التجمع قدام الباب الخاص باللي قدام نادي الترسانة الرياضي، وادي المشهد اثناء توليع الشماريخ. طبعا يبقى في صواريخ وبعض الشباب بيحتفل هنا بشكل كبير بفوز الزمالك بالدوري. ¡Vamos a luz, ojo! ¡Vamos a luz!
جميل قوي.